السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كدرنا إخوان بخير، لبس عليكم صحة لباس، أموركم هانية، الله يحفظكم. المهم كيف ما العادة الإخوان اللي داخل معنا يبارتاجي، نتمنى من الله الصوت والصورة تكون واضحة إن شاء الله تعالى. الإخوان الله يجزيكم بخير، عندي شي نقاط بغيت نذكرهم وغتسمحوا لي في العاجل بين ما دخلوا الإخوان وكانت أسئلة ديالكم وداك الشيء. المهم واحد القضية الإخوان باش ما نبقاش يعني نلقى مشكل مع الدراري اللي كيدخلوا عندي للخاص وداك الشيء. الناس اللي كيسولوني في الخاص وداك الشيء راه الحاجه اللي ما كنتش عارفه، راه ما عارفهاش حاجه اللي ما كنتش عارفه، راه كنقول الله اعلم. حيت واحد الاخ دخل عندي قبيله سولني على واحد الاكولي، قلت ليه ما عنديش شي علم على الثمن، حيت انا ما كنهضرش على الاثمنه وما كنعرفش الاثمنه، هو يجاوبني واحد الجواب ما عجبنيش الحال وبلوكيته، ربما يكون طالع معنا هنا في اللايف. المهم الاخوان انا راه ملي كنبغي نجاوب شي واحد ولا شي حاجه راه كنحاول ندير الاستطاعه ديالي باش نجاوب، ما كنحاول نبخل على حتى شي واحد، يعني هذا الشيء فضلا وليس امرا. مساله ثانيه، الناس اللي كيراسوني على الميسنجر راه ما كنخدمش في الميسنجر، الابليكاسيون ديال الميسنجر راه ما عنديش ياك. بالنسبه للحاجه الثالثه، انا راه حاولت ندير لكم فيديو على حساب البروغرام اليومي اللي كنعطي للفراخ، راه هو لوليان ديالو فوق، تدخلوا ليه تشوفوا حيت بزاف الاخوان سولوني داكشي علاش. مهم الحاجه الرابعه في هذا اللايف هذا، راه ربما يوصلكم الصوت معطل، يعني اي واحد سول شي سؤال راه كنحاول نجاوب عليه، يعني غير صبروا معنا. انا اكون هاني انفو غدير السؤال ديالك رانا غنجاوب عليه، ربما حتى غيوصلك معطل. الحاجه الخامسه، انا راه ملي كنحيد من هذا اللايف كنشدو كنديرو في القناه ديالي، كنسجلو اللوحو في القناه ديالي، يعني من وراها ملي ما كيبقاش يبان لك بث مباشر عرفني انني راه ما فهمتي، راه تقطعت على اللايف. حيت بعض الخطرات كيلقاو كنلقى شي وحدين، بحال البارح غير تصادفت مع واحد الميساج مكتوب وجاوبنا وجاوبنا، انا صافي ساليت البث، ملي ساليت البث ديالي صافي مبقاش عندي علاقه مع هذا البث، يعني انا نجاوبك في المباشر. شي حاجه اخرى نجاوبك وقت اللي نكون كونيكتي بحكا في المباشر، يعني الله يجازيكم بخير. انا ملي كنتقطع مع يعني ملي كنتقطع نقطع على المباشر صافي راه ما كتبقاش عندي علاقه به الا انني كنسجلو ونلوحو في القناه. المهم سمحوا لينا، هذه كانت غير مقدمه. السلام عليكم ورحمه الله، قلت السلام في الاول ونقولها في الثاني. مرحبا بالاخوان جميعا. الاخوان اللي داخل معنا هنا، اللي داخل معنا يدير بارطاج في الجروبات باش يدخلوا الاخوان ونستافدوا جميعا. نشوفوا الاخوان اللي دخلوا عندنا دابا. محمد تبارك الله عليك من الناس الاولين ديما السباقين. السلام عليكم ورحمه الله اخي ابو انس، الله يحفظك خويا محمد زنيبر، الله يحفظك الله يبارك فيك، انت ديما من السباقين تبارك الله عليك. المهم بارطاجيو معنا، اللي داخل معنا هنا الجروبات، اللي داخل معنا وعنده جروبات كيتعلقوا بالطيور بارطاجي باش يدخل معنا الاخوان ونديروا شي امسيه زوينه ان شاء الله تعالى. السلام عليكم ناتج انت سبانكل دوبل فاكتور وذكر عادي. اخي حمزه مرحبا بك والف مرحبا في اللايف ديالنا. انا جوج حوايج كنحاول نتجنبهم، الثمن وهادشي ديال التزاوجات، هادشي ديال التزاوجات الثمن هذاك صافي قطعي، يعني انا ما كنبغيش نهضر في الاثمنه ديال الطيور وبشحال هذا وبشحال هذا. اما هذا السؤال ديالك ان شاء الله راه حنا دايرين سلسله رانا كنبروغرامي فيها، وداك النهار راني صورتها للاخوان في البث المباشر الاخراني وشافوها وراه صابرين معنا. غتكون سلسله جميله صوت وصوره، غتستافد معنا صوت وصوره، وغتكون عندك قلم وستيلو وورقه باش غتكتب ان شاء الله. منها انا نستافد ونحفظ، ومنها انتوما تستافدوا. صافي اخويا حمزه ومرحبا بك في اللايف، غير ما تقطعش علينا اللايف، الله يجازيك بخير. سلام اخي يوسف. وعليكم السلام خويا وسام وسيم، الله ينورك خويا، التواضع والبساطه دون الغلطه، الله يوفقك الله يحفظك دريسو الله يجازيك بخير الله يحفظك. انا كان اخويا وقع لي واحد المشكل مع واحد الاخ قبيله في الواتساب، يعني حسيت بيه بحال كيمن عليا راسو وتقلقت صراحه، يعني انسان كتجاوبو النوبه الاولى وديما كتجاوبو وكتعطيه الخاطر، واحد النهار ما غفرش لك مجرد انه فهمك خطا. دابا هو لح ليا واحد البياسات ديال الاكولي، لحهم ليا في الواتساب، انا كنقولها هنا في المباشر ربما يطلع معنا هنا باش يسمع، حيت انا صافي بلوكيتو في الواتساب. لح ليا واحد البياسات ديال الاكولي، قال لي يا خويا هاد البياسات قطعهم ليا واحد السيد بالقد والقد. قلت ليه ما عنديش علم،
السلام عليكم بعدا خويا ما عنديش علم، ما عنديش علم على الثمن. قال لي اسمح لي انا جبت لك شي طير يعني نادر ما غتعرفوش انت، يعني ما هضر معايا بواحد الاسلوب ما عجبنيش. قلت له الاخ انا راه قلت لك ما عنديش علم على الثمن، على الثمن. اما الطير اكولي رانا شايف اكولي شايف شي ميتاسيون، ما غنمنش عليك راسي نقول لك شايف شي ميتاسيون عمرك شتيهم انت، شتو مباشره ميتاسيون شي حاجه واعره في الاكولي، ونقدر نجيب لك بياسه اكولي مع الكسندر ما تفرقش بيناتهم وما تعرفش حتى هو شنو هو الكسندر. يعني انا ماشي قلت لك الطير ما عرفتوش، ما عرفتش الثمن، ما عنديش علم على الثمن. قبيله صراحه حتى كنت عيا، راه اقسم لكم بالله الاخوان انا نسكريني لكم ونصيفط لكم الى من الصباح، من 9 الصباح ملي كنلقى الميساجات ديال في الليل حتى العشيه وانا غير كنجاوب الاخوان، جاوب 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 جاوب. ملي كدير خطا واحد ما كيغفروش لك، كاين شي نوع ما كيغفروش، كاين شي الحمد لله اللي كيشجعوك انك دير معاهم المستحيل. المهم سمحوا لي الله، انا نتوما خوتي وحبابي كنفش عليكم غير قلبي، حيت ما واحد القضيه غضرني في قلبي اللهم نقولها لخوتي ونيت نسمع الاراء ديالكم فيها. الا كنت خاطئ راني خاطئ، نقول استغفر الله. الله يجازيكم بخير وسمحوا لي بزاف. الله ينورك اخويا، الله يحفظك، شكرا. السلام عليكم سي يوسف، الله يحفظك سي حسن، غير كيدير بخير، صحيحتك بخير. وان قاطعتي عليا في هذا رمضان انا حسيت بشي حاجه ناقصاني. الله اكبر سيدي علي الحوات الكبير ديالنا، اللهم بارك، تهليتي فيا اليوم صراحه. كرمت الوالدين ما نعاودش لك، كرمتهم ديال بصح، الله يلا حوت تبارك الله ما شاء الله. الله يحفظك خويا علي، بلاتي نبارطاجيونا معاك. الله يحفظك خويا حسن، سمح لينا درنا معاك الفاط، بالعكس سمح لي انت، راه قلت لك والله تجات فوقيتها. الله يحفظك خويا علي الرجل الكبير والحواد ديالها الكبير، والله يجازيك بخير من هذا المنبر. حتى ذاك الاخ مول الطاكسي الله يجازيه بخير، بلغ لي سلامي، راه هو سولني على واحد الجويجه، راه وعدتو انني غنقدر نخرج واحد الجويجه ديالي وغندير معاه شي حاجه زوينه ان شاء الله، حتى اللوجيست اللي دار معايا ما عمرني ننساه. تم البارطاج 22 جروب، الله يحفظك خويا حسن، الله يحفظك، شكرا. ماشي خطا يا اخي انها الوقت. الله يحفظك اخويا ادريس، فين يوسف؟ الله يحفظك مهدي، الله 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 اخويا المهدي بخير، كي داير هاني؟ واش داك عجبك الطيور اخويا مهدي؟ سلام خويا، واحد المشكل حيرني اللي هو فراخ بيروش كيوصلوا شهر حتى كيكبروا ليه الريش نورمال وكيطيحوا ليه السيوفه وداري شنو المشكل خويا. هذا المشكل هذا عمرني ما شفت شي عام داز في الولاعه بحال اللي داز دابا. هذا المشكل ديال تسوس الريش راه واش شي فيروس داير وانا ما حاش به؟ الله اعلم، الحمد لله بعدا انا ما عنديش هذا المشكل في الفراخ عندي، ولكن واش شي فيروس داير عند الاخوان؟ الله اعلم، حيت اي لايف كندير هنا كيطلع عليا تسوس الريش، تسوس الريش ما عرفتش. والله اخويا نوعدك انا هذا الاسبوع غنجتهد كل اجتهاد انني نحضر لكم برودوي اللي غيعاون الناس في تسوس الريش. واحد الاخ راني نصحتو راه هو غيطلع معنا ان شاء الله في اللايف، ديما هو حاضر معنا، سميتو مروان كيدير الكانال، كنت نصحتو بالقضيه ديال القسط الهندي مع خل التفاح وجربها وصدقات، وديما كنقولها هو قال لي انا راه صدقات ليا في واحد الكانال، وانا ديجا صدقات ليا في واحد الكالوسات، ما غنقولش لك راه شي حاجه اكيده، ولكن ان شاء الله تعالى جربها وما غتندمش. السلام عليكم خويا، بغيت الدواء ديال الفاش، الله يجازيك بخير. اخوان الله يجازيكم بخير، راه هاد الفتره هادي رانا نشوف، انا راه داير هاد اللوليه الفوق اللي ليح في القناه كنهضر فيه على الجدول اليومي اللي كنعطي للفراخ، تحت منه اخر فيديو راه تقريبا بيناتهم 24 ساعه كنهضر على كيف تتعامل مع الطيور في فصل الصيف، وذكرت هاد المساله ديال الفاش. اخوان هاد الوقيته بداو الطريطيو على القميله، راه غتبدا تبان بكثره. واحد الدري قبيله عيط لي واحد الاخ صاحبي من بركان، راه قال لي لقيتهم دايرين الزرده عندي في البيت، قال لي مقصره ديال بصح القميله. اخوان اطونسيو القميله راه هاد الايامات راه ولات خطيره، هاد القضيه ديال تساقط الريش ربما تكون من القميله، وانسان كيصحابها سوسه، راه حتى القميله كطيح الريش الفراخ وكتخليهم ضعاف ويموتوا وما عمرهم يكبروا. القميله راه خطيره اخوان، كاين هذاك انتي بوكس اللي يقدر يشريه ويتفرض فيه. انا يلاه دوموندي كيلو على واحد الاخ في بركان
لقاه ليه السيد بزز انتي بوكس دوريجين، واش كاين شي واحد ميطاسيون الله اعلم. المهم اللي داير انا في الفيديو هذاك هو الدوريجين، كان شي واحد اخر الله اعلم، ولا كان لومبالاج مغير هو دوريجين الله اعلم، ما عندي شي فكره. هذاك انتي بوكس راه مزيان، انا غنحاول هذا الاسبوع ان شاء الله نجتهد ان هذاك الاخ يجيب لي كيلو ونعاودو نقسموه على 10 الناس او لا نقسموه على 20 ديال الناس، حيت داك النار جات 100 غرام للواحد، و100 غرام راه كافي ياكله. الا خديتي 50 غرام راه مزيانه، 50 غرام تقام عليك ب 30 درهم ولا 35 درهم راه مزيان. انا غنحاول انني نجيبو نديرو في بواطات، واللايف الجاي نقول لكم شنو كاين. ديك الساعه اللي موجود راه غيعطيني نمرته ونوريه فين يجي عندي ونعطيه حقه، ولكن ما نوعدكمش حتى يكون عندي البرودوي، يعني تسناو مني اللايف الجاي ان شاء الله. هذاك انتي بوكس انا جربته خطير فعال دوريجين. بلاتي نشوف الاخوان حتى انا دابا كيمشيو ليا الاسئله. سلام خويا، بغيت الدواء ديال الفاش. الله يجازيك بخير، راه عرفت هذا المشكل ديال الفاش غيبان. المهم راه انا داير فيديوهات على الفاش، راه لوليا الفوق. جبتيني راه خويا، فين انت؟ بخير الله يحفظك، الله يبارك فيك، الله يحفظك خويا المهدي، الله يجازيك بخير. الحمد لله موجود، الله يلا توحشناك، شحال هادي ما شفناك. سلام صافا خويا مهدي بخير، خويا راني متبعك، الله يحفظك سي حسن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عندي فرخ كنوكلو افانتيا شحال من مره كنعطيه ياكل تقريبا، على حساب اخويا الحنقوره ديالو، ملي تبان لك خوات عمرها ليه، راه كتمشي القضيه حتى لخمسه الخطرات في النار، ما بين النار وليل خمسه الخطرات. درس اللي حطيتي ممتاز في القناه ديالك على التغذيه الاسبوعيه، وارجي راه قالت لي الوالده ودي حسن، قالت لي هذاك الدرس عجبني، قالت لي واخا ما كنربيش الفراخ، قالت لي صرعتيه. راه هو لوليان ديالو الفوق بالنسبه للاخوان اللي باقي ما شافوش، هو اللي حاط لوليان ديالو الفوق وغينفعكم مزيان. واحد القضيه راني ما ذكرتهاش في الفيديو، هذاك البروغرام اللي درت انا الفوق، هذاك البروغرام راه غير من بعد الزوان. عندك شي واحد يسحب لي انه ما يديرش الزوان، ما يعطيش الفراخ الزوان، بحال واحد الاخ سولني قلت لي لا راه ضروري الزوان يبقى في القفز، غير هادوك غير كتزيد تقوي بهم الفراخ، اما الزوان راه ضروري يكون عندهم في القفز. اخوان بارطاجيو معنا الاخوان يا صاحب سامحني. عندي القسط الهندي وكنعطيه مره في السيمانه، ولكن كيفاش الطريقه مع خل التفاح؟ لا هاد القسط الهندي ماشي تعطيه ليهم، غدوش ليهم بهم اخويا جلال، غتشد واحد المعلقه صغيره ديال القسط الهندي صفيها، دي خلطها مع الماء وشد داك الماء صفيه باش يدوز لك في الفابور، ودير معاه واحد المعلقه ديال التفاح، وحاول انك ترش عليهم يعني دوش لهم بهم وحطهم في الشمس صافي. خويا رشيد مرحبا بك، السلام عليكم. بعدا هي الاولى قضيه ديال الاثمنه راه ما عنديش معاها وما عنديش عليها شي دخل، شكرا مرحبا اخي. هاك دي الاناس، دي الاناس، عطيها الاناس هاك. ما عرفتش واقيلا الكونيكسيون ضعيفه الاخوان، مكيطلعوش ليا اسئله بزاف اولا ما كاينش البارطاج. المهم باش هي الناس داخلين بزاف، المهم حنا ناخذ راحتنا. بالنسبه للاخ اللي هضرت لي على سميتو على الفاش، ضروري الاخوان تريطيو الفاش، راه ديال وقيتو دابا راه كيوجد ديال بصح. المهم بارطاجيو معنا الاخوان اولا وقال ما كيوصلكمش، انا راه بالي وقال هادشي تحبس ياك ما كاين شي مشكل عاوتاني. ماشي نشوف راه وقال كاين شي مشكل، واش كاين شي مشكل الاخوان؟ واقع لكن شي مشكل كتبان لي كونيكسيو تحبسات. طرات لينا بحال داك النار، لا راه خويا ما كيبقاو ما طلعوش عندي. ما عرفتش انا البت كيتقطع ياك،
بلاش نعاودو نعاودو الاخوان. المهم الاخوه راه كان شي مشكل في اللايف في الكونيكسيون، نتمنى من الله دابا يكون مزيان. سمحوا لنا الكونيكسيون ثقيله مع الواي فاي اليوم السبت كيكون عليه شويه الضغط، نتمنى من الله دابا يخدم عاوتاني بين ما ندخلوا عندنا الاخوان. شوف دابا الاخوه اللي داخل دابا يقول لي شنو كاين دابا، واش اللايف مزيان؟ بسم الله. مزيان الاخوان دابا مزيان، البت طالع مزيان. ما بانش ليا وقال عاوتاني الكونيكسيون عيان. مزيان دابا ياك. عليكم السلام ورحمه الله. كان شي مشكل ياك في اللايف في الاول؟ كان شي مشكل ياك الاخوان؟ المهم بارطاجيو معنا في الجروبات باش يرجعوا معنا الاخوه اللي كانوا، حيت كاين اللي كان داخل ماشي جروب اخر، يعني الاخوه اللي داخل معنا هنا يبارطاجي في الجروبات. الله يجازيكم بخير. ربما كان شي مشكل دابا، واش مزيان ولا لا؟ باش ما كان جاوبوني. هو الاخ محمد قال لي مزيان، نتمنى من الله كلشي مزيان. نقول لي مزيان، ما عرفتش اخويا محمد كان شي مشكل واقيلا. بلي عاوتاني وقالت تحبس. الله يحفظك خويا. انا مزيان دابا ياك كتسمعوني؟ مزيان داكشي كيوصل مزيان ياك رشيد نجاح؟ كي داير اخويا رشيد بخير؟ لا راه كان شي مشكل واقيلا، قال كان شي مشكل. لا لا ماشي، بالعكس راه قال الكونيكسيون ضعيفه ما كتوصلش للناس بكري، داكشي علاش. تبارك الله اخويا يوسف، الله يحفظك خويا رشيد. كي داير بخير؟ كي دايرين الدراري؟ لاباس عليهم؟ سلام اول تحياتي رمضان. اوكي دير اخي بخير، شكبرتي عليا. شكرا على الجدول النظام الغذائي، الله يحفظك. مرحبا ياك بعدا مزيان، عجبك اخويا. المهم في انتظار الاخوان يدخلوا معنا، حيت قطعت عليهم اللايف، تقطع اللايف داكشي علاش. قال لي اخويا محمد قال لك واش ممكن نحط الفراخ؟ والله الا عندي شي جويجات حطيت لهم الماء في ايامات الليالي ملي كان البرد، ملي كان البرد كنت كنحط لهم كيهودو يدوش. شوف ملي كتحط الماء كيهود الفرخ يدوش، هو راه باغي يدوش، راه غيدوش وما يطرى ليه والو. حطو بالشمس ولا بلا شمس حطو. انا راه كندير غير طول يمين، حيت طول يمين عنده واحد الريحه واعر، كنديرو في الشرابات كيمشيو ليا الشرابات كيدوشو من الشرابات. مزيان ديرو حكا طول يمين في الماء ويعومو به، راه مخير، راه مزيان ليهم، مزيان للريش. لا لا عطيهم اخويا محمد، عطيهم يدوشو، عطيهم خصوصا هاد الايامات كاع قدرتي. رانا هاد شوف هاد النظام هاد لونيه اللي درت دابا ديال القناه، الفيديو اللي تحت منه رانا هضرت على القضيه ديال التدواش، خذها بعين الاعتبار. تصنت لهذاك الفيديو غتستافد ان شاء الله. واش ما كتبيعش
بيعش انت. انا اخويا رشيد الا كان عندي شي حاجه راه كنبيعها ملي كتكون حاضره عندي راه كنبيعها، ما كتكونش انا غير مولعت انا راه بحالي بحالكم كنربي. ملي كتكون شي حاجه راه كنبيعها. دابا حاليا ما عنديش شي حاجه ديال الريمبو. ابو انس نعم الرجل، الله يحفظك خويا ريان، الله يجازيك بخير اخويا، الله ينصرك. واحد الاخ كان قال لي قال لي الفيديوهات اللي كتسجلوا قلت له هذا احسن البث المباشر كنسجلوا نلوحوا في القناه. قال لي ولي تقرا لنا الاسئله. دابا انا نسيت واحد القضيه، نسيت دابا انا راه كيطلعوا لي الكومونتير ولكن في القناه كيكون غير فيديو عادي، يعني خصني نضطر انني قال لك خصك تقرا لنا الاسئله باش نعرفوا السؤال اللي جاوبتي عليه اشنا هو. واخا انا نولي نقرا الاسئله ان شاء الله اخي. شكرا لك اخي، نكون انت من المشتركين اللي خذاو انتي بوكس صراحه ايفيكاس. ربما كنت انا هو انا اللي جبته واقيلا اخويا مروان، جبته وفرقته عطيته الاخ عصام، عطيته خاد واحد الخمسه 100 غرام خاد نص كيلو، خديت انا نص كيلو فرقته مع صحابي. لا زوين انتي بوكس، مخير بزاف. مع العمل توحشناك. بالنسبه للبيض مسلوق واش كتعطيش النظام الغذائي؟ راه كنعطيه مع الباطي، رانا ذكرتها في الفيديو، غير كنقول لكم في الصيف حاول انك ما تكثروش راه كيتاكسد. انا بالعكس شوف شي هذاك الباطي اللي كنذكر، انا كنقول لكم الخضره راه ممكن انك دير معاها البيض ودير معاها الباطي، دير معاها دوك البرودويات اللي كتعطي، فيتامينات اللي كتعطي. مادام ذكرت الخضره راه معاها هادشي، راه ممكن ديك الخضره تحك معاها بيضات. ها كندير البيض انا، غير دابا انا عندي واحد الباطي خديت، باطي اللي خديت ديال كويكو مؤخرا، عامر بيض، فيه البيض، هو دايرين فيه البيض، كيبان لك فيه المحصفر مجفف كاين، داكشي علاش انا ما كنديروش. اما في الباطي الاولاني اللي كنت كنعطي كنت كندير البيض بلدي، غير انا كنت كندير بحال مثلا كل نص كيلو ديال الخضره كندير معاه جوج بيضات بلديين ما كنفوتهاش. دابا في الصيف اطونسيون ما تقدر ما تخليش عندهم اطول مده ممكنه، يعني عطي الفراخ واحد القياس صغير، واحد العوايش كبيره والعوايش صغيره صافي، استافدوا منه السلام عليكم، حسن ما تعطيهم بزاف وياكلوا منه يتعفنوا يعاودوا ياكلوا منه وقع عليهم شي مشكل. اطونسيون خويا مامي. اما البيض عطيه مزيان، غنخلي لهم الماء من اجل العمان واش اليوم كامل. شوف الماء راح كيشربوا منه، هذاك الماء يقدروا يشربوا منه، يعني يقدر يسخنوا شي حاجه يوقع لك شي مشكل. لقيت تحس بالفراخ سخان وباغي يدوش حط لهم الماء، راه غتعطي كاع واحد نص ساعه غيهبط يدوش، ما دوش في ديك الساعة حيدو دوش لي انت بالفابور الا بغيتي دوش ليه، غير عندك تعمر الزوان. واش فروي اللي كيتباع مع الوزن واش مضر؟ اشنو واش الفروي اللي كيتباع مع الوزن واش مضر؟ ما فهمتش اخويا رشيد، انت تعاود تشرح لي السؤال راه ما فهمتوش خويا يوسف. ممكن المهم بارطاجيو معنا الاخوان. خويا يوسف ممكن تزوج زيبرا مع، والله ما عندي شي علم اخويا في هذا الجانب ديال الزيبرا وهادشي، انا هضر معايا في بيروش وشويه في الكالومسات، الزيبرا والكنار وهادشي ما عنديش معاه بزاف، مازال كنت مربي دياموند جولد نقدر نفيدك فيه شويه. الله يحفظك اخ عصام جزاكم الله خيرا وشكرا. صافي انا اللي قسمت معاه، انا جبت الكيلو قسمت معاه، هذاك الدري طيب تبارك الله، شكرا جزيلا. ملك سباكل؟ لا اخويا اسم الملك سباكل. المهم بين ما دخلوا عندنا الاخوان، راه كيبان لي اليوم هاد ساندي سوار ما الناس مشغوله، ياك ما خارجه للزنقه، ياك ما طلقوا الحجر الصحي، حنا راه ملتزمين. الله يتجاوز علينا ويتجاوز عليهم. بسم الله. المهم الاخوه راه بداو يدخلوا عندنا، يعني كانت القضيه معطله شويه، قال ربما كونيكسيون. هما الاخوه راه كيدخلوا، يعني البارطاج راه تم بنجاح. اللي داخل الاخوان يبارطاجي في الجروبات. ما هي القضيه اليوم انا عسى اولا الكونيكسيون ثقيله، ما كيوصلشكم باقي ما وصلتكمش هذا البث المباشر. السلام عليكم، تحياتي الاخ يوسف. خويا نجيب كيدير بخير؟ الله يحفظك. وعليكم السلام ورحمه الله. سيدي عباس
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله أخويا عباس، الناس ديال تمارة. لكل يعاني مشكلة عدم تأكيل الأم للفراخ، كاش معهن لو صح فطورك ورمضان. أخويا أخي من الجزائر، حاول يا أخي أنك تعاون الأولاد، توكلهم، عاونهم. إذا كانت الأم ما كتوكلهمش، ممكن أنك توكلهم أنت. لا، الفروي الجاف ما نظنش ان الطيور ياكلوه لك، الا لك تيمولفهم عليه. اما هو راه ما يدير لهم والو، غير ما تكترش خويا رشيد، ما تكترش لهم. شوف اي حاجه، اسمع هادي، خدها نقطه. اي حاجه بغيتي تعطيها للفراخ اول مره باش ما تاثرش عليهم، اول حاجه خلطها لهم مع شي حاجه كياكلوها هما ديما كياكلوها، ودير لهم غير واحد شويه ملي غيبداو يديو على هذيك الساعه، بدا تعطي لا دوز اللي بغيتي انت، فهمتي؟ اما ما نضرش انا شوف، الفروي اون جينيرال، الفراخ اللي عندنا حنا في المغرب قليل، انا كنهضر على بيروش، قليل الناس اللي مربين بيروش كياكلوا لهم الفروي، كلشي كياكل لهم الفروي. انا الفراخ عندي انا، وخا تضل تعطيهم الفروي ما ياكلوش، ياكلوا لك الباطي ديال الفرو اللي فيه الفروي، ياكلوا لك الخضره بجميع انواعها، ياكلوا لي اي حاجه. ملي كتعطي الفروي السيك ما ياكلوش لك، انا ما كياكلوش ليا بعدا. السلام عليكم اخي، بيت نسولك، واش كدير لي وازو اكزوتيك؟ لا، كنت كندير دياموند جولد وحيدتهم. الاكزوتيك كنت كندير غير دياموند جولد، حيدتهم لاسباب، على اسباب مرة الحمد لله زوينين. خويا يوسف، ممكن ويلي يا ويلي، سير بعد مني، انت كتبان لي كتسطى، نتوما كنذكر كالوبسات مع نتوما ريمبو، سير اودي بعد مني. كنشرب بالليمنية ماشي باليسرية، هادي الليمنية وهادي اليسرية. واحد الأخ قال لي أخ أبو الحيا راه كتشرب باليسرية، راه هادي هي اليمنية وهذه الإسرية، أنا قال بالكاميرا. جزاك الله خيرا، وجزاك الله يحفظك أخي، الله يجزيك بخير، مرحبا. ادخل أخي رشيد، ادخل معنا القناة، ترى له ليا الفوق هذيك القناة ديالي، وشوف راه غيعجبك الحال إن شاء الله. كتبان لي أنت جديد معنا هنا وغيره. مهم الاخوان، مرحبا، يا فينكم؟ شكون غبرتوا عاوتاني؟ بيروشو كالوبسات فيهم صداع. واخويا شوف، اقسم لك بالله، شي دابا انا تقدر تحطني عندهم النعس، والله تيديني النعس. صافي ولفت هذاك الصوت ديال بيروش، ولفته سبحان الله. راه مع الايام يولي يجيك عادي داكشي. انا من داك النوع اللي ما كانش عندي مع بيروش، ما كنتش كنحملو، كنت ربيتو صغير، عندي 12 عام ربيت شي جويجه، وكي ملي بديت كنكبر ونعرف وداكشي كنت كنكرهو، كنكره شي حاجه سميتها بيروش. ولكن والله العظيم دابا ما يمنعني منه غير شي ظرف طارئ وصافي، ما نقدرش نتخلى عليه، عزيز عليا والله الا عزيز عليا. ابو محمد قديري قال لك، مشكل الريش عند الفراخ وما الحل؟ مشكل ديال الريش يعني تساقط الريش، ياك؟ ما كاين بزاف المشاكل، منها الفاش، كدير الفاش كيدير هذا المشكل، وسميتو وهذا القلش الفرنسي، وسوسة الريش. هاد المشاكل كتكون ناتجة عن التغذية، نظام التغذية ناقص عند الطيور. يعني الإنسان كيقتصر غير على الزوان الماء، ما عندوش الشمس. واخا تكون عنده الشمس ضروري خصك دي فيتامين،
ضروري خصك بزاف لي فيتامين باش تعاون. يعني مع الايام الطير من حدو هو كيكبر عندك وكيبقى زوان الماء زوان الماء، كتنقص المناعه ديالو لانه محبوس في واحد القفز، خاصو بزاف الفيتامينات اللي ديجا كاينين في الطبيعه. يعني لو انه كان في الطبيعه ما غيكونش عنده هذا المشكل، لانه كيمشي ياكل الحشرات شبعانين دهنيات ياكل شحال من حاجه. مادام انت سد عليه في القفز حرمتي من بزاف لي فيتامين. دابا علاش كاينين هاد الفيتامينات والدويات في يعني في الاسواق؟ باش كتعاون داك الطائر. ملي كتعاونوا بهاد البروغرام دابا بحال مثلا الا تبعتي هاد البروغرام اللي داير انا فهاد لوليان الفونك، ما غتبقاش تلقى عندك بزاف ديال المشاكل، لان هادوك الفيتامينات اللي كنعطيو راه كيمنعوا ان الريش يكون كيخليو الريش صحيح. دابا طول يمين مثلا انا ديما عز عليا في اي لايف كنجبد طول يمين، انا راه ما عندي حتى شي شراكه معاهم، هذيك راه شركه فرنسيه. هذاك طول يمين مزيان الريش، لو ان الانسان كيعطيه في البروغرام ديالو ما يبقاش يعاني من هذا المشكل ديال تساقط الريش باذن الله عز وجل بواحد النسبه ديال 60%. عبد الصمد الرئيس، ولا سي عبد الصمد بخير؟ انا ما فهمتش اخوان داخلين عندي وقيلا مدير اللايف انا من سميتو ما عرفتش كيفاش. رمضان مبارك، الله يحفظك خويا عبد الصمد. قص الهندي انا ديما كنقول به، ديما كنقول به يا اخي. ما عرفتش السلام عليكم بعدا، ما عرفتش هاد البث اليوم ما عرفتش بالو معايا دابا ما عرفتش والله ما عرفت. مرة الثالثة دابا ولا الرابعة وكيتقطع علينا وكنعاودو نطلقو البث وكيطلعو الاخوان وما كاين لا تعاليق لا والو، ما عرفتش شنو السبب. ما عرفتش شنو السبب حتى كيتقطع هاد البث والله ما عرفتش شنو السبب. دخت عمرها ما طرات لينا والله الا عمرها ما طرات لينا. يا صاحب واش كاين شي مشكله الاخوان ولا ما عرفتش؟ دابا مزيان ياك، كان شي مشكل ياك في الاول كان شي مشكل ياك؟ ها بعدا واحد علق قالك مزيان دابا. كان كيتقطع، كان كاين شي مشكل ياك الاخوان؟ واخويا شنو المشكل كان الله يحفظك؟ واش كان الصوت ديالي كيوصلكم معطل ولا ما كانوش كيطلعوا التعاليق ولا؟ غير صبر دابا يتفاعلوا الاخوان. لا الله يحفظك اخويا محسن، كانوا قبيله داخلين الاخوان في حتى هي المره الرابعه وحنا كنقطعوا هذا البث، ما عادش كان عندي شي مشكل، ما كانش كيطلعوا لي التعاليق نشوفهم، وفي نفس الوقت كيبان لي بنادم راه طالع عندي. هما دابا مزيان، دابا كيبان لي مزيان خويا يوسف. غنشوف غير الاخوان هنا اللي كيتفاعلوا معانا وباش ما كنجاوبك ان شاء الله على السؤال ديالك. لا
صافي دابا مزيان اخويا ياسير، كنتي معانا انت في اللايف انت قبيله، واش كان شي مشكل ياك؟ دابا كيبان ليا مزيان، صوت كان مزيان وحتى الصوره كان كيتقطع اخويا، يعني كان شي مشكل في الكونيكسيون. دابا مزيان، دابا الاخوان مزيان ياك، توكل على الله راك مليح. الله يحفظك خويا ياسر، الله يحفظك. المهم دابا مزيان القضيه مزيان، والاخوه اللي داخل معنا هنا يبارطاجي في الجروبات باش الاخوه اللي كانوا معنا في الاول يعاودوا يطلعوا هنا معنا اللايف. حاولوا تبارطاجي والله يجزيكم بخير. نشوف الاخ قال لي اللي سولني يوسف، قال لي واش بريد ماكس مزيان؟ احسن ما كاين هو البريد ماكس دابا، رانا درت عليه فيديو راك حتى شتي واقيلا. احسن ما كاين هو البريد ماكس دابا، كتعطي البريد ماكس غتلقى واحد التغيير كبير في الفراخ ديالك. السلام عليكم، اللهم يسر. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته، الله يحفظك خويا ياسر يا صاحب الهم. واش غدير؟ الصوت كان مزيان وحتى الصوره كانت مزيانه. دابا مزيان، كيبان لي دابا مزيان، كيبان لي دابا كاين مزيان. توكل على الله راك مليح، الله يحفظك خويا ياسر. دابا مزيان، شكرا اخويا محسن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. خويا ميلود كي داير؟ بخير. دابا مزيان، مخيره القضيه دابا مزيان. المهم هاد 20 واحد اللي عنده شي جروب يبارطاجي معانا، واخا قال لك يبان لي الوقت تعطل شويه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يوسف الشريف، الله اكبر، اللهم بارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سي يوسف بخير، توحشناك ياك أخي. تيسلموا عليك الإخوان ديال سوق السبت، عاود لينا شي زيارة مرحبا. الله يحفظك أخويا، الناس الطيبين والناس الكرماء، وتبارك الله عليك أخويا يوسف الشريف. وسلم لي على الوالد بزاف، وما يكون عنده باس، واش ولا بخير بعد الحمد لله. الله يحفظك سيدي يوسف، ضروري إن شاء الله ندير شي زيارة. أنا المرة الجاية دابا ما غيكونش معايا الإخوان، يكونوا معايا الدار دابا، نطلعو تما لبين الويدار، بغينا نشوفو هاديك المنطقة. هاي تحيد هاد الحجر الصحي إن شاء الله، ونديرو شي طونوبيل ونضربو عندك شي زيارة أخو يوسف. والله إلا ناوي داير معاك هاد البروغرام إن شاء الله. أنت واحد الأخ في بركان، أنت هو راه الله يعمرها دارا، هاي دور يقولي أمتى غدير عندنا شي زيارة، ضروري نجيو نتولعو إن شاء الله أخو يوسف. راني شفت اليوم يوسف أبو هارون، راه جا عندي اليوم، نيت جاب ليا شي بياسات. واش نقدر نخدم بطفرات في المسرح؟ ممكن انك الا خدمتي بطفره معينه، مثلا دير مسرح ديال سبانجل، اولا مسرح ديال رينبو، اولا مسرح ديال رينبو سبانجل راه مزيان ماشي مشكل، اولا مسرح ديال تكساس، اولا مسرح ديال الفلاو. باش تخلط طفرات ما ننصحكش، غادي يخرج لك شي عجب ما خدامش لك، كتكون غضيعتي راسك. خويا يوسف عندي واحد الانثى، حيت واحد الاخ كان قال لي ودي خاصك تولي تقرا لنا اسئله، حتى هاد الشيء كنسجلو كنلوحو في القناه. عندي خويا يوسف عندي واحد الانثى غالبه على الذكر، وفيها صداع بزاف ثقيل غير تغوت، واش عادي؟ هذيك واجده، خاص الذكر يكون عندك حار، قلب لي على شي ذكر حار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. خويا خالد، سلام اخي. وعليكم السلام خويا نعمان، بخير. المهم بارطاجيو معنا الاخوان، بارطاجيو معنا. مرحبا والف مرحبا، الله يحفظك اخويا. راه عارف، شوف رانا عارف الناس الطيبين، انت من الناس الطيبين اللي صراحه الجميل ديالهم فوق من راسي. الواليد شويه، الحمد لله الحمد لله، الله يشافي. اللهم رب الناس هذه بالبأس وشفيه، انت الشافي، شفاء لا يغادر سقمه، نتمنى من الله يجيب الله الشفاء. وسلم لي عليه بزاف وعلى الاخوان جميعا، الله يجازيكم بخير. السلام، عندي جوج نتاوي فول بادي، اش من ذكوره ندير لهم؟ قلب لهم على ذكوره رينبو، واخا انا هادشي ديال التلاقيات ما كنهضرش عليه في اللايف، المهم انا عطيتك تنميح. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته خويا ياسين، مرحبا بالإخوان الجداد معانا اللي كيدخلوا معانا اللايف جداد، مرحبا بهم. أول لايف غنزرب عليكم، غنولي نتسنى الأسئلة ديالكم، موالفين كتقضيو عليا بالأسئلة. وصراحة الدراري ما داخلينش بزاف، ماشي بحال ديما. خويا يوسف شي حاجة نبقى نخلطها، ماشي ويوسف شي حاجه نبقى نخلطها مع الزوان والبشنه.
من الافضل تخلي الزوان بو الزوان والبشنا دي اعطيهم بوحدهم والخرطان اعطيه السيك وتبع هذا البروغرام اللي داير انا الفوق. شوف راه كاين واحد لونيان الفوق خويا نعمان لونيان الفوق دخل هذاك هو الجدول اليومي اللي كنعطي انا للفراخ. ماشي كنبزز عليك انك تعطيه كامل ولكن خذ منه شي حاجه. ملي غتشوف هذاك الجدول اليومي اي حاجه هضرت عليها راني ندير عليها فيديو لتحت يعني ضروري غتلقى. الا هضرت على البريد ماكس مع الخضره رانا درت البريد مع الخضره داكشي صوت وصور. هضرت على الخرطه رانا درت على الخرطه. هضرت على القمح المنقوع رانا القمح المنقوع بوحدو طول يمين في الماء. مهم دير هذيك. شوف الا درتي هذاك البروغرام اللي ندير انا ولو غير نصف منه غتلقى واحد التحسن وعقل عليا ان شاء الله تعالى. ما يمكنش اخويا دمج الطفرات. ما يمكنش ما يمكنش. كاينين الطفرات اللي كيمشيو مع بعضياتهم مثلا بحال الاوبانين كيمشي مع التكساس. الاوبانين كيمشي مع السبانجل ممكن دمجو الريمبو الاوبالين والسبانجل ممكن دمجهم تلوحهم حيت غيبداو يخرجوا كولاد غيكونوا بورتور كلير وينغ غيخرجوا سبانجل زوينين مع الريمبو غتحصل واحد النتيجه زوينه. اما باش تخلط ليا السبانجل مع الفاله ومع التكساس في مسرح واحد مع العادي خربقتي الشغل. نتمنى من الله الميساج ديالي يكون وصلك. انا كنفضل الطفرات تخدموا في القفوزه والبيروش عادي الا بغيتي ديرو في المسرح الله يسخر. ممكن انك في المسرح دير قفوزه ودير فيهم الطفرات وهذاك المسرح تخلي الفراخ يعني قفوزه وفراخ ماشي مشكل في مسرح واحد باش تتحكم في الانتاج ديالك. سينو غتبدا تخرج بشي عجب ما خدامش لك يولي يخرج لك الريسيسيف سبانجل تكساس ريسيسيف لا علاقه فهمتي غتبدا تخرج غادي يخرج لك بحال هذا العجب اللي انت غتضيع في الانتاج ديالك. بياسه ساويه 200 درهم بحكم انك خسرتيها في الديكور ديالها ولات كتسوى بحالها بحال العادي. اذا ما كاينلاش علاش خديتي الطفرات فهمتيني اخويا فؤاد. سلام خويا العزيز اش كتعاود بغيت نسولك الى بغيت ندير باش نشط الطيور بلاتي كيمشي ليا السؤال باش نشط الطيور الانجليزي اش ندير لهم نعطيهم محفزات. خويا انا الانجليزي بحكم انه ثقيل في الخدمه ديالو هو صعيب صراحه بالنسبه لي انا كيجيني صعيب ما عنديش ليه الخاطر ديالو هو خاصو الخاطر ديالو بصح هو الانجليزي هو هكاك. غير عطيه شويه المحفزات بحال فيرتيفيت بحال هاد البروغرام اللي كنعطي انا اللي درت الفوق راه غيهنيك من بزاف د الحوايج. المهم بارطاجيو معنا الاخوان في الجروب راه دابا جروبات راه الاخوان دابا كيدخلوا معنا يعني حنا كان عندنا مشكل في اللايف قبل كيف ما قلت لك اخي عطيه فيرتيفيت عطيه شي حاجه اللي شي فيتامينات شي لعيبه اللي غتساعدو. اما هو الانجليزي هو ثقيل ثقيل راه داكشي علاش هو غالي وصعيب في الانتاج ديالو قليل في المغرب ماشي في المغرب راه في العالم كامل بحكم انه ثقيل في الخدمه يعني هادشي ديال الله. شكرا خويا مرحبا يا اخي. واش تزوج انت هوغورو مع اوباني جولدن اشي هانت دابا هذا هو المشكل. انا علاش ما كنبغيش نهضر في الطفرات وفي التركيبات وهادي مع هادي اشنو كتعطي كلشي عنده هاد الاسئله. اخي اقسم لك بالله راني داير واحد السلسله غتكون جميله جدا صوت وصوره وغتعلم تلاقي بلا ما تسولني غتعلم كيفاش تلاقي هادي مع هادي اشنو غيعطيوك والله الا جايه واحد السلسله زوينه يعني الا جيت دابا تخيل معايا طالع عندي 42 واحد ها 42 اقل واحد غتلقى عنده ثلاثه جويجات ولا اربعه كلهم باغي يعرفوا الانتاج ديال هذوك الجويجات اللي عندهم ولاد ولاد ولادهم. الا دخلت معاهم في هذا الباب غير واحد مثلا انت دابا الا دخلت معاك في الباب بقيت كنهضر على هذا الموضوع وكاين شي ناس اللي عندهم اسئله حرجه يعني عنده شي نتوى عنده شي مشكل عنده شي ذكر ولا هذه خاصني نجاوبو. الا بقيت كنهضر على التركيبات وداك الشيء في اللايف ضيع داك الشيء علاش انا داير اللايف داير باش نجاوب على اسئله اللي بساط وساهلي. اما هاد الاسئله كيبغيو شرح مطول ان شاء الله غتكون عندنا سلسله باذن الله وغنلوحها في القناه. انا راه بريباريتها راه هذاك اللايف اللي فات رانا صورت ووريتكم بالله انا راه خدام على هذا البروغرام ان شاء الله الى ما كان هذا الاسبوع الاسبوع القادم واخر اجل انني غندلوح في السلسله. هذيك السلسله غتنفعكم من الاطلاقيات وبزاف الحوايج غير صبر معنا خويا مصطفى الله يجازيك بخير.
كيف الحال؟ والله يحفظك خويا عبد الحميد. واش زوان؟ واش زوان؟ اخويا بالنسبه اللي باغي تغسل السيد الاخ يوسف كيسولني على الزوان واش يتغسل. يلا سولني على واحد الاخ قبيله الزوان خاصك الا بغيتي تغسلو خاصك تكون بروفيسيونيل حيت لا ما عرفتيش ليه غتخرج عليه. خاصك تغسلو ويكون حداك الفران وديرو في لاطا والبارتي اللي غسلتي ديرها في لاطا تسخنها وتخرجها وديرها في الشمس. ما الا ما درتيش هذه الطريقه انك ينشف عندك بالزربه غيبدا تكونوا فيه واحد البكتيريات غتخرج على الفراخ. انا نكون معك صريح خاصك تكون شويه حريفي. انا عمرني ما غسلت الزوان في حياتي لانني علاش انا كناخذ زوان مغسول مصايب كناخذ زوان ديال برا كيجي في لومبالاج هذاك نقي مغسول ما فيه حتى مشكل ديال البلاد عمرني ما غسلته. كانت كنديرو واحد الوقت قطعته ما مشاش معايا بداكشي اللي كنبغي ودابا كناخذ زوان كيتقام عليا صراحه غالي ولكن راه حاجه اللي كتشوف فيها انها كتنفع الطويرات ديالك ما كتخلقش لك بزاف المشاكل اللي كي راه تقدر تاخد حتى كيلو الزوان ب 6 درهم كيبان لك رخيص ولكن كتعطيه لواحد الطير تولي خاسر عليه زباله ديال الفلوس بسبب هذاك الزوان ديال 6 درهم. علاش كنقول الاخوان خذوا الزوان ميلونج اللي كيجي من برا في السيكان راه خصكم تعرفوا واحد القضيه راه الزوان اللي كيدخل لا المكركب ولا الطويل اللي كيدخل المغرب راه كيدخل صوبه راه هنا فين كيدار ليه لومبالاج. يعني ملي كيدخل صوبه تخيل معايا كيجي في الباطو صوبه شبعان لاميديتي ولو كاع يديروا ليه وقايه ديال لاميديتي كيدخل هنا كيستوكيو هنا في الديبوات. وتخيلوا معايا كيستوكيو في الديبوات. الديبوات عندنا حنا تبارك الله زوينين ما فيهم لا طوب لا سراق الزيت لا حتى حاجه عاده كيتجمع في لومبالاج. وهذاك اللي كيجمعوا في لومبالاج اولا الماكينه أو يعني ضروري كتلقى شي واحد كيعفط عليه ولا شي حاجه وتشطيبه وبزاف د الحوايج. يعني هذاك الزوان ما خدامش نكون معاك واقعي راه لومبالاج كيدار في المغرب وديما شوف التيكيته لتحت غتلقى شي حاجه طريق كذا ولا طريق كذا يعني مصايب في المغرب. اما الزوان اللي كيجي من برا كيجي في صاشيات مسدود مصايب كتلقى فيه بين الله راجي من بلجيكا اولا من المانيا ولا كذا. وهذاك هذوك راه كيديروا واحد القضيه راه ملي كيدير لك صاشيه ديال 20 كيلو كيعطيك فيها واحد النسبه ديال الزوان مكركب واحد النسبه ديال الزوان طويل وواحد النسبه ديال الخرطان راه ما كيعطيوش عشوائيه راه داكشي بالمقياس وعن طريق دراسات. راه هنا الفرق ما بين الزوان ديال البلاد والزوان ديال برا. انا امتى كنستعمل الزوان ديال البلاد؟ ملي كيتقطع عليا ديال برا حيت واحد الوقت كيولي غالي ومقطوع. مهم هذه نصيحه للاخوان اللي كيشوفوا فينا هنا ولا جيتي تضربها عمليه حسابيه. دابا مثلا كيلو ديال الزوان طويل داير 10 درهم وكيلو ديال مثلا وكيلو ديال المكركب داير 7 درهم مثلا. يعني حنا نقولوا غناخذوا كيلو ميلونج يعني نص كيلو ديال الزوان طويل ب 5 دراهم ونص كيلو ديال الزوان مكركب يعني غيتقام عليك كيلو ما بين زوان طويل ومكركب ب 8 دراهم. انا كناخذ ميلونج ب 13 درهم زايده عليا 5 دراهم على ديال البلاد ولكن راه خويا راني مرتاح وما غنعانيه من حتى شي مشكل من الزوان. واش فهمتي فهمتي الاخ اللي سولتيني على الزوان؟ انا حاولت علاش دابا وهاد الكلام راه كنقولو حتى الاخ اللي قال لي الناتج ديال هادي مع هادي. شو دابا تخيل معايا الموضوع ديال النواتج مقارنة مع هاد القضية اللي ذكرت دابا ديال الزوان شكون أفضل؟ واش نقول الناتج ولا نقول نصائح بحال هكا؟ باش ما يتقلقش عليا الأخ اللي سولني على التركيبة وقلت لي راني ما كنديرهاش في اللايف. مهم الإخوة كيف ما قلت لكم حاولوا تاخذوا بكلامي بعين الإعتبار. الله يجازيكم بخير وسمحوا لي طولت عليكم. بسم الله. السلام. واش المنقار الا تهرس يعاود ينوض؟ الا تهرس شي تهريسه خايبه صعيب كياخذ مده طويله ويقدر ما ينوضش. اما الا كان شي ضربه صغيره ينوض ان شاء الله باذن الله على حساب الضربه. الا مشات تضربات ليه العرق يعني مشى ليه العرق ما يبقاش ينوض لك. اوكي خويا مرحبا خويا نعمان. سلام ورحمه الله خويا فؤاد. س
السلام ورحمة الله. ما يمكنش دمج الطفرات بالخصوص تركيبة الريمبو حيت التركيبة راه هادشي اللي قلت دابا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فين اخويا يوسف؟ لاباس الله يحفظك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الحميد السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله اخويا عبد الحميد. سيدي عادل السلام عليكم. وعليكم السلام خويا عادل. من الحسن دير طفرة نديرهم في القبوزة ياك اخويا يوسف. هادشي اللي قلت انا راه قلتها. هادشي اللي قلت اخويا نعمان البوكوس ابو اسماعيل. الناس اليوتيوبرز اليوتيوبرز ما عرفتش كيقولوا لها كاع اخويا وليتي مجهد ولا وجه عندك القنوات للدار اللهم بارك. بالنسبه للسبانجل عادي اخي ممكن تدمجو مع الريمبو الا بغيتي الاوبالين الريمبو بالنسبه للبور. هادشي اللي قلت راه قلت هاد المساله راني قلتها. السلام عليكم. وعليكم الله يحفظك خويا. شكرا لحسن المسرح ولا كل. شوف خويا ياسر انت راه باقي جديد معانا دخل راه غتلقى واحد اللونيان الفوق دخل راني داير جوج فيديوهات. فيديو كنهضر فيه على التربيه الجامعيه وفيديو كنهضر فيه على التربيه بالاقفاص. دخل معانا راه اللونيان ديال القناه الفوق غير باش ما نشدوش الوقت للاخوه. يعني واحد الحاجه ديجا شرحناها ما كاينلاش نعاودوها خويا ياسر. دخل شوف هذاك الفيديو اللي كنهضر فيه على المسرح وشوف هذاك الفيديو كنهضر فيه على الاقفاص واللي ارتاحيتي ليه واقتنعتي به خذ به صافي اخويا ياسر الله يسهل الامور. السلام عليكم السي ابو انس. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام اخي يوسف بخير كلشي مزيان الله يخليك. البيض ديال الانتاج عندي 30 بيضه كلها مخصبه ولكن مخرجش الفراخ وانا جديد في الميدان. هاد البيض ديالاش واش ديال بيروج ولا حيت قلتي 30 بيضه؟ كاين شي جويجه كدير 30 بيضه اولا اون جينيرال يعني 30 بيضه. شوف تقدر تكون الرطوبه يقدروا يكونوا بزاف العوامل الاناث ما كيحضنوش مزيان الولاد ميتين في البيضه كاين بزاف العوامل خصنا نعرفوا شنو واقع عندك خويا. انا بغيت نرطب الزراعه ونعطيه للفراخ واش مزيان زوان غالي محمد وسير صاحبي وقال كتبقى تمرقن بينا انا في اللايفات صح حتى معرقه فطور عرضوا علينا مال هادي راه عرضه كذابيه. امتى نقدر نباقيو الاولاد ديال بيروش؟ انا كنباقيهم عن مده 15 يوم 18 يوم كنبدا نباقي. المهم شوف ملي بانوا بداو كيفرقعوا الريش واحد شويه بدات باقي دابا ما نقولش كترواويت باقي بالربعه ما تباقيش بالربعه فاصله جوج وما تباقيش بثلاثه فاصله ثمانيه حيت ثلاثه فاصله ثمانيه هو الزوين ولكن انت باقي غير بالربعه لانك باش تتعلم باقي بالربعه باقي يكون فيه رقم 4 4 مليلتر مليمتر. امتى نقدر نباقي الاولاد ديال بيروش؟ انا قلت لك جاوبتك اخي. اخوان اللي كيوصل لهم الجواب راه كيوصلكم معطل. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله خويا مروان كيدير بخير الله جبدتك. سلام اخي يوسف شي معلومات تزوج طفره الفاله؟ اخويا راه قلت لكم قضيه ديال التزوجات نخليوها من بعد ان شاء الله. بيروش وعشرات الكوبلات مال بيروش وعشرة الكوبلات ما عرفتش شنو قاصد اخويا عبد الصمد. اسم الشركة اللي عندها الحبوب زوينة من فضلك. كل عام كيدخلوا جديد. انا كنت كناخد ديال فيرسين لاكا وبعد خطرت كناخد واحد ديال بلجيكا. مهم شوف ديما خود المينونج اللي كيجي من برا هذاك خودو بعينك مغمضة ما تخممش ماشي اللي كيتخلط هنا في البلاد. ديما شوف لومبالاج فين كيتخلط عادة توكل على الله. خويا شوف واش كتسيني من عند الشناقة ملي كتمشي لي كلبت ما عرفتش ربما يقدر. تحياتي ليك خويا الله يوفقك الله يحفظك خويا يوسف. الزويجة خرجت ربعة الفريخات اللهم بارك اخويا الله يسخر الامور خويا. علاش ما كتبغيش محمد؟ عاد شوف هذا محمد هبه هبه راه صاحبي راه مولوع كبير ما تديوش عليها الاخوان راه مولوع واش من مولوع راه استاذ وراه هو من الناس اللي كنتشاور معاهم في الواتساب باش كيوريوني ونقول لكم يلاه. واللي بغى شي سؤال شي حاجه يدخل عنده والله حتى كيعرف قسما بالله الا وعر مني انا بألف درجه هذا الاخ محمد هبه هبه يلاه والله ما نكذب عليكم وما نظنش انه يبخل عليكم بالاجوبه. الانسان الطيب طيبوبتك باينه في كلامك الموزون الله يوفقك ونحن دوما معك ولا تبالي. الله يحفظك سيدي حسن الله يكبر بك. خويا يوسف خاصني خواتم من بيروش واش متوفرين؟ بحثت في وجده ما لقيتش. خويا كاين واحد الاخ كيصايبهم ولكن دابا وقع لها تحبسات لا كوموند
اقول لي شحال يخصك من باك حيت الاخ كيصايب 50 والفوق لما كاش نعطيك. المهم تدخل عندي انت، عندك النمره ديالي واتساب، دخل عندي ونعطيك النمره ديال واحد الاخ تواصل معاه راه كيصايبهم في 24 ساعه ويصيفطهم لك، ماشي مشكل. اقول لي انا من طرف ابو انس راه غيتهلا فيك. المهم دابا نسولك، تدخل عندي الواتساب سينامون وفول بادي واش كيعطيو الرينبو؟ خويا ما غنجاوبكش على التركيبات حيت انا والله ما بغيت ندخل لهاد الباب. ومرحبا، غيكون ان شاء الله خير. سيدي قندهار السلام عليكم. وعليكم السلام خويا محمد قندهار، واخا داير معايا الفالطه ماشي مشكل. مرحبا خويا، تفطروا وما تعرضوش علينا. صافي انا غندير قناه وندي لك المتابعين. خويا محمد الا درتي قناه انا ندير لك اشهار، والله تنقول الاخوان الحمد لله عندهم فيا الثقه. والا قلت لهم هاد الاخ راه مولوع تبارك الله وشي حاجه واعره راه غيثيقوا فيا، لان انا ما كنكذبش. ان شاء الله تعالى نعاون خويا، والله حتى نعاون خويا. مرحبا بيروش، شحال ديال الوقت كيستغرق في البداله؟ على حساب الا عرفتي كيفاش تتعامل معاه ما يدوش عندك سيمانه يخرج من البداله ان شاء الله. كاين اللي كتمشي كطول فيه البداله. حاضر، الله يجازيك خويا، الله يحفظك. مرحبا محمد هبه تاع معرقه. بسم الله محمد، راه كنشرب باللي مليا عارف كنشدني عليها. المهم دابا راه جاوبنا على كاع الاسئله وحنا كنتسناو الاخوان. مرحبا بكم. المهم بارطاجيو معنا، عرفتي دابا داخل 50 واحد، الا بارطاجيتيو غتبنيو 100 غادي تخرج عليهم كاملين. والله الاخوان ثم والله انا كنقولها في اللايف، الى هذا الاخ محمد هبه هبه راه انا كنتشاور معاه، راه اللهم بارك. وبديت انا وياه في الاولى عقد قد، ولكن هو خطير كيبحث اللهم بارك. راه ملي كنتزير راه كنسولو في الخاص وكنجاوبك، واللي بغى يدخل عنده والله ما يبخل عليه. ولا بغيتي نقول لكم نمرتو، انا غنعطيكم نمرتو دابا، بلاتي انا غندير لكم نمرتو، دخلوا عنده الواتساب اللي بغى يسولو ولا شي حاجه. عندي واحد نشوفو مروان، عندي واحد الفريخات ريمبو عندهم 10 ايام، فقط اليوم الصباح لقيتهم ميتين بربعه مع العلم انهم واكلين، لكن شنو حاط معاهم واحد الفرخ عادي باقي حي ما بيه والو عادي ما عرفتش السبب. وخصك تشخص الحاله، يكملها والدين هازين شي مرض. غنقول نقولوا الرطوبه، الرطوبه دابا ما كايناش. ما عرفتش شنو السبب اخويا مروان، راه عندك مهم النمره ديالي تتصورهم ليا ونشوفهم. حتى انا ما جاوبتكش نسول لك ماشي مشكل. واش بيروش فيه شي فلوس ولا والو؟ او دي بيروش لا بغيتي تربيه تولع مرحبا، بغيتي دير بروجي خاصك بزاف د الحوايج، اما باش دير جويجه ولا ثلاثه وربعه وتقول فيهم فلوس ما نضمنكش، فهمتي؟ الا لك تحريفي تاخذ واحد 10 كوبلات ديال واحد الطفرات ولا عرفتي تخدمهم راه تصور من وراهم الفلوس، ولكن ضروري غتصير الفلوس، لان يعني اقل ثمن غتاخذ به 1000 درهم والفوق للكوبل، فهمتي؟ اما باش ننصحك نقول لك ديروا بروجي خدام كذا، حنا يلاه غاديين مع اللي صورتيها توكلها للفراخ، واللي صورتيها منهم تشري فراخ اخرين. ما احنا ما كون عوننا على ناكلو منهم راه الحمد لله عندنا خدمتنا. نكون معاك واقعي، كاينه التقرير بغيتي تتسحر سير بعد مني. واش اللي درت برودوي تاع خرباشه في الرشاشه ودوشت ليهم؟ ماشي مشكل خويا، عمرني ما انا عندي خرباشه، عمرني ما خلطتها مع الماء. نقول لك واحد القضيه تخرج على فراخك، خرباشه راه ما دير معاك والو في القميله، اكون على يقين هذه بمجربه. واش كدير خميره البيره في الماء؟ اخويا حمزه خطير بعد مني، سير بعد مني. نتوما تلاقيتو عليا دابا، نتوما مصح فاطرين ومعرقينا، كل مره يدخل عندي واحد، ولكن انا عارف هادشي داخل ليكم من محمد هبه هبه. هاد الاخ حمزه شوقي تا هو اللهم بارك، اقسم اخوان والله ما كنتفلى عليكم، انا غنخلي لكم نمره حمزه الشوقي ونمره محمد هبه هبه، والله تبارك الله راه مالي كبار.
اللهم بارك واعرين جينيتيك وداكشي، يعني اللي بغى يسولهم جينيتيك ولا شي حاجه انا والله ما نفيدكم اكثر باش غيفيدكم هما. الاخ حمزه والاخ محمد انا انا غنحط نوامرهم هنا، انا ما عنديش كيفاش نحط نوامرهم هنا بلاش، ما عنديش كيفاش ندير، خاصني اخوان اللي كيعرف كيفاش نبقى في اللايف ونجبد النمره ديال شي واحد ونديرها هنا يوريني الطريقه. الله يحفظك. ها هو اخويا محمد هبه هبه جاوبك قال لك بيروش راه فيه فلوس غير توكل على الله، دخل عنده الخاص وقول لي الطريقه الله يجازيك بخير، راه دخل عنده الخاص راه ما يبخلش عليك حتى انا ما كنصوني عليه. واخا اسمحوا لي يا اخوه والله جا كنضحك مع صحابي ولكن راه كنهضر معقول، ملي كنحلف بالله راه كنهضر معقول راه ما كنكذبش. بالنسبه للفرخ بالنسبه لهذا الاخ الاخوان الله يجزيكم بخير، واش كاين دابا معنا حمزه شوقي والاخ محمد هبابا الله يجزيكم بخير، نتوما راه موالي تبارك الله. والله الا عنده واحد المشكل انا راسل لي الفراخ في الواتساب وما عرفتش قلت ليه الله اعلم حتى سولك، عنده واحد الفراخ كيتزادوا عنده كيتنفخوا هنا بزاف، اشنو المشكله الاخوان يعني كيتنفخوا كيبان لك منفوخي ولاد باقينا صغار ديال بيروش، ما تبخلوش عليه في المعلومه الله يجزيكم بخير. عندي نتوما كتوكل الذكر وباقي ما بغاش يخدم، صبر عليهم صبر عليهم، عند الذكر باقي ما واجدش خصو يوجد. سلام خويا الزين صافا تحياتي من الناس مراكش، الله يحفظك خويا من مراكش. السلام عليكم خويا، واش ضروري تحبس الفراخ من التزاوج؟ خويا بالنسبه ليا انا خويا قال لي المهم حتى خصني نقرا السؤال ديالو، قال لك السلام خويا واش ضروري تحبس الفراخ من التزاوج؟ انا في فتره الصيف كنحبسوها، علاش؟ حيت كيدخلوا الفراخ للبداله وداك الشيء كيبداو يتكرفسوا ويتمحنوا وتزيد عليهم مع الحراره وباركين على البيض وكيكبروا في الاولاد، صعيب عليهم الحال صعيب عليهم الحال، داك الشيء علاش كنحبسوهم هنا. اما بيروش راه في اي وقت كيخدم. خويا عفاك انا جديد في الولاعه ديال بيروش فريخ واحد باش تنصحني راني خايف من التوكل. خويا الا ما كنتيش كتعرف توكل من الاحسن تتعلم، حيت هذاك الفرخ غتقدر تقتلو ولا شي حاجه. السلام عليكم خويا، بغينا شي واحد عنده الهوقوف سلا يكون قرابين يوجدوا ويكونوا معقول يكون معقول. انا ما كنعرف شي واحد ولكن انا غنقولها هنا، هذا الاخ كيقلب على شي حاجه ديال الهوقوف سلا، اللي عنده شي حاجه وكيسكن في سلا يتواصل معاه وانت شوفو قلب وبحث. انا خويا كنتخلص في الاجوبه، ايوا تواضع راه من تواضع لله رفعه، بقات في العياقه تواضع مع الاخوان. نجو سولك شي واحد لله، حنا دابا حنا كنتخلصوا. السلام عليكم، شي معلومات على هذا محمد هبابا خرج للطريق والله العظيم، حشومه الناس حتى كتخلص من الاجوبه راه حشومه عليك، حرام راه حرام حرام عليك اصاحبي، بقات في اللحيه. السلام عليكم، شي معلومات عن وراثه جولدن فيس دوبل فاكتور؟ ما عنديش عليه شي معلومات خويا ايوب، هاد ايوب ما خافيش عليا، بغيت نتذكر ايوب شكون. لا ماشي انت، لا ان شاء الله خويا ايوب غنبحثوا على هذا الموضوع غنديروا داكشي صوت وصوره ان شاء الله. كاين شي واحد الثقه تيبيع لي برودوي تعرفون، صيفط الفلوس صيفط ليا طول يمين وكالسيريكس مدينه ما عنديش لحقاش. دابا خويا مروان خويا مروان حتى انا لان وريتك عطيتك النمره ديال شي واحد ما غيقدرش يخلي المحل ديالو ويمشي للكيران ويصيفط لك طول يمين وكالسيليكس. غنقول لك علاش، لان يعني طول يمين 250 درهم عنده فيه 10 دراهم اولا 5 دراهم، كالسيليكس حتى هو غير يربح معاك 15 درهم، يعني انت خصك تصيفط ليه الفلوس ويمشي هو يتيريهم، لان فريد كاع عنده الكونت غتصيفطهم ليه في الكونت باش يدي بلاصه من القريعه ويخلي المحل ديالو ويمشي للكيران وصيفطهم لك، صعيب الحال. نفضل اخويا دير شي وقيته خود الكار، غتخسر بها مثلا انت ما عرفتش شنو مدينه انت،
تجي تقدا دير تقضيه ديالك والله يسخر، اولا تمشي عند شي واحد في المدينه ديالك كيبيعوا يشري في الفراخ وداك الشيء وفي برودوي، وكيجي الكازا عطيه الفلوس وقول له ودي هاك الاتعاب ديالك واحد 20 درهم رباح ولا شي حاجه، ويجيب لك معاه برودوي. برودوي راه كيكون مسدود وفيه التاريخ، يعني ما يغشوكش ان شاء الله. طو خصوصا طوليامين وكالسيليكس يعني معروفين، ما غتلقاش في شي واحد غيغشك ديك الساعه. ملي تلقى شي واحد اللي غيتسخر لك الكازا دوي معايا انا نقول لك عاد ما تمشي تاخذ شي حاجه جديده. علاش امراض تنفسيه عاديه وتافهه بحال اذا ضيق التنفس كتبقى تشخر بالليل بحال خويا. هاد القضيه ديال الشخير خصوصا في الهوكو كتكون بزاف، من الاحسن شوف جرب معاها بيطادين، دير واحد خمسة نقطات في الشرابه يطهر لي هذاك الجهاز التنفسي، وان شاء الله لما كانتش خذ روكساساه ولا دابا نقول لك واحد الدواء ان شاء الله راه مشات ليا سميتو. وحجوجة تعطلات في البيض ديال الهوغو، وصبر عليها خويا يوسف صبر عليها، راه داكشي ديال الله. الا كتعرف شي واحد خايف سلا عنده هوغو، رانا هضرت على هاد القضيه راك عزيز اخويا يوسف، ولكن حشومه اخويا محمد راه حشومه حشومه صاحبي. تقولنا انا الا بغيت نجاوبو كنتخلص، تواضع اصاحبي. شحال مده تاع الايقاف؟ انا كنريح شهر 7 وشهر 8، الاخر ديال شهر 8 هادي كيريحوها بزاف د الموالع كيديروها كاع كيربيو بيروش كيديروها الطريقه. ومسنية طيبه بغيت نعرف الثمن ديال زويجه هوغو رومو. ما عنديش شي علم اخويا الحسين، ما عنديش باش نفيدك في الهوغو، ما نقدرش نقول لك. انا حتى الاثمنه ما كندخلش فيهم. واش عندك شي جوج زويجات نورمال مفرخين؟ والو اخي انا ما كنربيش نورمال. علاج امراض تنفسيه عندي، رانا جاوبت محال عقلتي على الزويجة سي يوسف. ما عقلتش والله ما عقلتش، ما شحال قد يا خويا احسان طول يمين لاش كيصلح خويا مهدي. انت باقي جديد معانا دخول، راه تلقى واحد الفيديو الفوق هذاك ديال القناه ديالي، رانا كنهضر على طول يمين وطريقه ولاش كيصلح، وغتستافد معانا ان شاء الله. شوف راه كاينين اخويا بالنسبه اللي كيسول على الفيديوهات كيفاش نوكل الاولاد، خويا عزيز راه الطريقه راه كاينه في اليوتيوب، غتشوف داكشي صوت وصوره. هاد السؤال اللي كتبتي ليا كتبو في اليوتيوب غيطلع لك كيفاش. مالك ولدي مالك؟ شكون هضرت في فيديو التالي على الفراجيل واش نعطيه للزويجات اللي عندهم الزغاليل عادي فقصو؟ من الاحسن بلاش اخويا مروان تيحيدو. أنس السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. عندي فرخ كيخرج من الريش ديال جنح طيحين هيك. ما خويا تسوس ديال الريش الزوجة ديال القريعة اللي جاب صديق من الرحمة. والله ما عقلت اخويا احسان والله ما عقلت. شنو الماكله اللي كتعطي البيروش ديال واش كتعطي التخليطه؟ رانا ذكرت هذه المساله. شوف مروان تتعاود معانا اللايف، انا غنسجلو اللوحو في القناه رانو ليا الفوق، وعاود رانا هضرت داكشي مفصل عند الزوان اللي كنعطيه وشحال داير وكذا في هذا اللايف، تتعاود تفرج فيه نيت. حيت انا دابا والله الا دابا درت شي ساعه ونص تقريبا، انا عييت والله الا عييت. باقي ليا جوج اسئله وغنحبس ان شاء الله. هذاك كالسيليكس هذاك فيتامين دي 3، حنا كنهضروا على كالسيليكس، كالسيليكس ديال الفراخ. رانا داير عليه فيديو تدخل تشوفو حتى معانا وتعرفوا واش كيصلح. انا هو اللي كنت شريت من عندك نتوما كريمينو من المحل ديالك. والله ما عقلت، عرفتي شحال انا بعت؟ شحال واحد بعت لي الفراخ؟ صعيب باش نتذكر. المهم الاخوان غتسمحوا لي بركة عليا، انا عييت راه درت ساعه ونص تقريبا، ورا 11 ونص هذه انا راه لقيتها والله الا كنكون ناعس. سمحوا لينا ان شاء الله. المهم هذا الفيديو كيف ما العاده انا راه غنسجلوا اللوحه في القناه عندي تتعاودوا تفرجوا فيه بالنسبه لي الله الناس اللي غيدخلوا. اخوان انا انفو كنقطع البث المباشر، ما كنبقاش نشوف التعاليق. ملي بان لك ما بقاتش ديك الحمراء بث مباشر، اذا انا راه ما كاينش، انا ما كنشوف التعاليق. غنهز هذا الفيديو اللوحه في القناه تتشوفوه، وان شاء الله تعالى واحد يومين ثلاث ايام نعاودو نديرو الفيديو، ان شاء فيديو اخر صافي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنساوش الاشتراك معنا في القناة، راه اللي الفوق فيه الجدول اليومي وداير واحد الفيديو اخر تواليح مهم كيف تتعامل مع طيورك فصل الصيف. تفرجوا في الفيديوهات راه مهمين مهمين بزاف، تفرجوا فيهم. اللي عجبو الحال يدير معنا اشتراك ويعاوننا في القناة باش نجيبوا الجديد، اللي ما عجبوش الحال يقول غير الله يرحم الوالدين. الحمد لله احنا حاولنا ان ندير واحد حاجة مفيدة. المهم سمحوا لي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.